النهارده بقى يوم الفته. استني، فته فته. جت اهي. ايوه بقى الفته. ست دوبله ازاي؟ حسبي يحيى يحيى، يوم الفته ده اساسي، اول يوم في العيد يعني اساسي. اساسي اه، وجبه الفته والفته. فطرتني الصبح شاي باللبن. ماشي، قلت لي فته وجبه اساسيه. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. عيد سعيد يا رب علينا وعليكم وعلى كل المسلمين يا رب. صوتي كلهم. الو الو، يا المستان. كل سنه وانتم طيبين يا رب، كده يكون عيد سعيد علينا وعليكم. وطبعا دلوقتي اجمل حاجه التكبيرات، ويا رب كده يكون ايام كلها خير وبركه علينا وعلى كل المسلمين يا رب. طبعا النهارده ليله العيد بقى، مجهزين تجهيزات العيد وصوروا الشقه وطبعا يوم النظافه ويوم الترويق ومش عارف ايه. فبجد هي تعبت النهارده، الله يكون في عونها. طبعا ما قدرتش اصورها بقى بتاني عشان ما تتشنكش عليا. فبعد ما خلصنا صورنا كده هقول لكم طبعا كل حاجه في الفيديو. ما تنسوش طبعا بقى تعملوا بقى اللايك والاشتراك وكومنت حلو، وان شاء الله هيعجبكم. ويا رب كده دايما تكون حاجه كويسه، ونصور طبعا صوره العيد ونصور الناس، وتبقى يا رب حاجه يوم النهارده يوم جميل. طبعا النهارده مفيش فلوس، في لحمه، في لحمه. انا اقول لحمه، انا اقول اللحمه. بتقول لي النهارده مفيش لحمه، اعمل لك بس مكرونه و مفيش وبيض. مفيش حساب. والله شكلي هفتح حاجه. خليكم معانا طول الحلقه. يلا بينا بسرعه. يلا كل سنة وانت طيبة لولو، كل سنة وانت طيبة توتة. خلاص. ايه؟ عايزة ايه؟ ما بعرفش البس الكاوتشات، صرفوا انتوا بقى. خراصي صرف ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد يا رب علينا وعليكم كده. طبعا الشقه بعد ما فرشناها، بصي المجنونه الصغننه دي، ادوتا كوزان تيبا يا قلبي، عيد سعيد. عيد تيبا يا قلبي بابا. يا رب كده يكون على أمة المسلمين كلها يا رب، وكل مصر يكون يا رب عيد سعيد علينا أجمعين. وما تنسوش بقى الاشتراكات اللي قلت مرة واحدة دي، الدعم كده والحاجة الحلوة دي. بس انا عملت حاجه جديده، فكره جديده. طبعا لقيت بقى في سلك متعلق كده، قلنا هنعلقه له ايه، خط كده. شوف الدنيا حلوه ازاي. سو ده بقى دولو. انا وناس منوره يا لوي. نفتح بقى النور كده ونشوف. الله، اقول لكم بقى عندنا منيب من بره، خليكم معايا. ادي يا سيدي المنيب كلها. طبعا الناس واقفه تحت في الشارع اهيت بيجهزوا الاحتفالات، والناس ماشيه ورايحه، وحاجه كده جميله جدا. ده الفيو بتاعي. الفيو بتاعنا. ايوه يلا عشان هننزل دلوقتي يا قلبي. يلا الفيو. ادي المنيب كلها ايه. والله المنظر مش وحش يعني، على الاقل انت كاشف كل مواني مش جاردن يعني. صح يا توت لولو؟ صح. لولو كل سنه وانتم طيبين. انتم طيبين. عيد سعيد. عيد. عيد سعيد. عيد سعيد. ايوه كده. بقى اشتركوا بقى في القناه. خرفان تخرفوا تاكليهم؟ اه. ماشي يا قلب ان شاء الله. إيه؟ والله انا مش خرفان حاجه، ده انا اخر جبت لهم 2 كيلو لحمه والله. بس يلا حلو. انا مش
ماشي يلا بينا عشان ننزل بقى نصلي. يلا يلا بينا. لا انا احنا نصلي يا اختي، كل حاجه دافع فلوس. نشوف ننزل تحت في الشارع فلوس. ماشي نجيب لك عصير. اتفضل. كيف الاسانسير؟ ودي بقى بصي ايوه كده عشان نروح الاسانسير اهو ونجمع بقى ونصلي. جننت ولا ايه؟ طبعا بقى هي لما بتيجي ننزل في الشارع فاكر ان هي فرحه بقى وفلوس وبتاع الصيف. معرفش احنا هنعمل ايه تاني، مش هديها حاجه، مش تاخدي مني ولا جنيه النهارده. عيد الزحمه كده. انا عايزه هديه. عايزه هديه؟ نعم. ما فيش مشكله، نفسك كنت ايديه في اللحمه. نعم هتقول علاج كتير. هتقول علاج كتير والله. يا احلام بس يلا مفيش مشكله، احلامي زي ما انت عايزه. ليلى راح تصلي. يا ليلى راح تصلي صلاة العيد. ماشي يا قلب. خش هنا في الشارع. الفتة جاية. ايه ده؟ مش الفتة. ضحكت عليك. الفتة فين؟ ده الرقاق. ترخنا توتة. ايه يا قلبي الحلاوة دي؟ لولو على طول الطبق نزل، ايدك على طول جت على طول فيه وش، والتاني على طول بتنش على الطبق التاني. ابهدل الدنيا. طب استنى ماما تيجي تاكلك ماما، استني ماما تيجي تاكلك ماما. ماما تيجي تاكلك ماما. النهارده بقى يوم الفتة. استني فتة فتة. ايوه بقى فتة فتة. بس بتضرب بقى ازاي؟ حسبي يحيى يحيى. يوم الفتة ده اساسي، اول يوم في العيد يعني اساسي. اساسي وجبة الفتة والرقاق. فطرتني الصبح شاي باللبن. ماشي قلت لي فتة وجبة اساسية، مش وجبة اساسية ده يرضي ربنا ده يا جدعان. كل سنة واحنا وانتم وكل الدنيا كلها يا رب طيبين. نعم. ايه ايه خلي عشان ده يح سخنه يا حي دي. بص استنى بقى كده. ماشي احسن من في ايه بتاعت الصينيه دي. هو في حد قبل كده ممكن تديله صح؟ ايه دي بتاعتك الصينيه دي بتاعتي. بقول لك يا ليلى في جوه ماما غرزانه، هاتيها وتعالى عشان هضرب ماما دلوقتي. ده انا ممكن افترسك بدل اللحمه دي. لا انا هاخد انا الصينيه دي كلها بتاعتها. انا حد يقرب منها يا جدعان؟ حد يقرب منها؟ حد يقرب منها؟ ماشي. ايه اللحمه؟ ايه اللحمه؟ ايه يا ايوه شوربه فين يا بت؟ شوربه فين؟ فين الشوربه؟ لازم يعني؟
شكلك ايوه انا كان بتلك كيك بقى بطل او مش ما كانش اكل جت تعالى قوم امشي هي جت مع عند الله كنت مش اصلا مش عايز اكل لك معانا فانا مش عايز قوم يا بنت امشي يا بنت شكل معايا عشان ما عملتيش شرب حلو التلاكيك ماشي كل سنه وانتم طيبين ويا رب كده يكون عيد سعيد علينا وعليكم وعلى كل المسلمين يا رب وكل مصر ويا رب كل واحد مهموم او مخنوق ربنا يفك كربه وكرب كل المسلمين يا رب كل مصر باذن الله طبعا احنا بقى اليوم من اوله من التجهيز لحد طبق الفته عايز تقول لهم حاجه؟ كل سنه وانتم طيبين اتفضلوا معانا قفشه في الفته بصي العمل ازاي؟ قلت لهم ايه يا قلبي؟ كلمني ليه؟ قلت لهم حطوا لايك وشير يلا عشان هما بيشوفوكي يلا عشان هناكل الفته صباح النكد كل سنه وانتم طيبين ما تنسوش بقى ايه اللايك وشير قولهم انت يا توت كومنت حلو كده ويا رب كل سنه وانتم طيبين يلا قولهم انت لايك وشير توتا اشتراك انت شرفتونا ونورتونا يا رب كده يكون حلقه حلوه النهارده وعقبال كل سنه كده يا رب نحتفل مع بعضينا بكل مناسبه حلوه سلام كل سنه وانتم طيبين اخيرا انا بحط لايك وشير وتشترك يلا باي باي امشوا يمشي عشان هياكل يلا بينا سلام